السنة ديال 2022 هي سنة غتبقى مميزة في تاريخ المملكة المغربية، صحيح كيبقى بكل تأكيد ما يميزها ولو أننا فنانة، هي مختلف شرائح المواطنين المغاربة كانوا احتفوا بالإنجاز الكبير اللي قدمه المنتخب المغربي لكرة القدم. هذا الإنجاز كيعكس شيء واحد، أن مجموعة من الناس اللي كانوا يؤمنون بالمغرب حقيقة احنا فرحنا، لان احنا انا ما كانتش مفاجأة ليا، كان امنوا بان المغرب بلد الانجازات، بلد خصو يكون دائما في المقدمة، وجاهد هذا الانتصار في كرة القدم في حقيقة اللي زكاها الطرح ديالنا اللي كنا دائما كندافعوا عليه، وتثبت بان المغرب بلد فعلا بلد عظيم، بلد يستحق انه يكون من ضمن الدول المتقدمة، ونصرنا على دوك الناس ديال الخطابات ديال التيئيس في المغرب. المغرب بلد فيه الامل، وان شاء الله هذه خطوه اولى، وان شاء الله اننا من بعد هذا الحدث الكبير اللي ميز ديال سنه 2022 اللي هو ديال الانجاز ديال المغرب في قطر 22، ان المغرب غيكون ان شاء الله مغرب اخر، مغرب اللي غيسعى ان شاء الله انه دائما كما كنقول يكون في المقدمه، انه يحقق انجازات اخرى ويحقق نجاحات اخرى على المستوى ليس فقط الرياضي، على المستوى خصوصا الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، وايضا على المستوى الثقافي ان شاء الله يا رب. هو انجاز انه كما قلت انه خصو يمتد، وانه خصو يطول مجالات اخرى مهمه، خصوصا المجال الاقتصادي كما قلت، المجال الثقافي، والمجال بالخصوص المجال الاجتماعي والمجال السياسي، ان شاء الله باش يكون المغرب بلد ديال التميز، بلد ديال النجاح، وبلد ديال التفوق ان شاء الله.